خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم من النار ومن الجحيم ومن كل طرق الفساد والبلاء. اليوم أيها المسلمون ندخل شهر الله المعظم المبارك الميمون رمضان، تدخله الأمة الإسلامية قاطبة، فتدخل بذلك دورة جديدة من تاريخها ومن أحوال ابتلائها في أنفسها لما كان لهذا الشهر العظيم من وقع ومن أثر في قلوب المسلمين عامة، كما هو كذلك فعلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تواتر من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام كما تبين من مقاصد القرآن الكريم أن هذا الشهر كما ذكر وكما ذكرنا ونعيد ركن ركن من أركان الإسلام. وقد سبق حديث عن معنى الركنية، ولنا اليوم بحول الله أن نستأنف ذلك من وجه آخر، من حيث كون رمضان ركنا من أركان الإسلام، وما معنى أن المؤمن يصوم رمضان وهو بذلك ينفذ ركنا من أركان الإسلام التي بني عليها. وحديث عائشة وغيره كثير، بني الإسلام على 50: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. نقرن هذا الحديث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الآخر: ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. والحديث الذي ذكرناه قبل أيضا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. وفي رواية أخرى لمسلم، الحديث في الصحيحين وفي صيغة لمسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فورد إذن معنى الصيام ومعنى القيام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، النتيجة واحدة: غفر له ما تقدم من ذنبه. ما كان ذلك ليكون لولا أن هذا الشهر له قيمة عظيمة عند رب العالمين الذي شرع الإسلام وشرع الشريعة للمسلمين. حينما نتأمل أركان الإسلام الخمسة: الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم والحج، نجدها جميعا حاضرة في حياة المسلم، أو على الأقل ينبغي أن تحضر في حياة المسلم، إما بالفعل وإما بالقوة كما يعبرون. معنى هذا الكلام يعني أنه الإنسان لما يقوم بواحد من هذه الأعمال الخمسة، ماشي حينما ينتهي منها معناه أنه زالت عنه صفة ذلك الركن. كيمكن واحد العمل كديرو من بعد ما كيسالي العمل أي ينتهي، الصفة اللي كانت عندك بهذاك العمل انتهت. في الأمور العادية مثلا كأن يشرب الإنسان ماء، فهو في لحظة شرب الماء يوصف بأنه شارب للماء، لكن لما ينقطع عن حالة الشرب كتنتهي الحالة ديال الشرب. فإذا كان الإنسان قائما فتقول فلان قائم، فوصفك إياه بالقيام ما دام قائما، لكنه إذا جلس كان قائم وجلس الأرض، لا يمكنك أن تصفه بهذا الوصف وتقول فلان قائم وهو جالس.
هذا موجود في كثير من الأعمال من أمور العبادات والخيرات، لكن الأركان لا، صفاتها لا تنقضي بانتهاء فعلها. والمثال الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أي مسلم، أي مسلم يمكن لك تحكم عليه وتقول فلان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وخا في ديك اللحظة ما راهش كيردد الشهادتين. يكفي، يكفي من الكافر مثلا حينما يسلم، واحد عمره ما كان مسلم وأسلم، أن ينطق بالشهادتين مرة واحدة، فيشهد إعلانا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وينتهي يسكت. فبعدها من ذلك الحين ومن ذلك الوقت ونحن نشهد له أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى أن يموت، ما لم ينقضها بصريح العبارة أو بفعل يوجب ذلك. فإذن لما الإنسان كيكون مسلم بالشهادتين وخا ما يبقاش يعود الشهادتين صباح مساء راه مسلم. فحكم الصفة أي صفة الإسلام تجب لمن نطق بالشهادتين بمجرد النطق بهما، والعجيب أن أثرها أو صفتها تستمر معه بعد السكوت من نطقه بالشهادتين. كمل هو الشهادتين ما بقاش يعودهم، ولكن الصفة ديال الشهادتين ركبت فيه، تركبت في نفسه وصارت نفسه نفسا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صفة دائمة غير زائلة إلى أن يموت، قلت إلا أن ينقضها هو بما يجب نقضها. رأى الأركان كلها تقوم على هذا الوزان، كل الأركان لها هذا الأثر. ولذلك كانت الصلاة 5 مرات في اليوم، كنت تصلي أو لا تصلي، يعني كنت في حال الصلاة أو في غير حال الصلاة فأنت مصلي. اللحظة التي أنت فيها تصلي قائم لله في فريضة أو نافلة فأنت تصلي، ولكن واحد اللحظة ما كاين شيء الصلاة، ليس وقتا للصلاة فأنت تصلي، لأن صفة الصلاة لازقت أو لاصقت بك وصارت جزءا من كيانك باعتبارك مسلما. هذه باش تسمات أركان الإسلام، باش كيكون المسلم مسلم، لأن كونك مسلما صفة لازمة لا تفارقك، يشترط لثبوتها ودوامها أن تقوم بالأركان. في حالة قيامك بها وفي الحالة التي تكون خارج الفعل لكنك تقوم به في أوقاته فأنت متصف به. ولهذا الإنسان الذي يصلي وضعه خطير، خطير جدا، لأنه ينقض فعلا أصلا وركنا من الأركان، وقد تواتر في ذلك الحديث بأن حاله تشبه أحوال الكفار. ولهذا العلماء أولوا هذا الحديث بهذا المعنى: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والحديث صحيح معلوم، وقالوا بأن كفره هنا يعني كفر عملي، حتى وإن اعتقد، يعني الكفر العقدي ما كتخرجوش من الملة، لكن الصفة، الصفة دياله والحال دياله أحوال الكفار لأنه لا يصلي. فإذن الصلاة حينما تؤديها في أوقاتها تلزمك أوصافها، وهكذا الصيام أيضا، والزكاة والحج. إنما قد تكون الأعمال، وإليك البيان بعد بحول الله، قد تكون الأعمال لها أثر في النفس أو أثر في النفس وفي المجتمع. حد الزكاة، الزكاة أثرها يستمر في المجتمع، حينما تزكي الزكاة زكت نفسك، النفس ديالك راه تزكات وصارت لك صفة المزكي أبدا، ما حدك يعني على عهد الله كلما بلغ مالك النصاب فأنت تزكي، والأثر ديال الزكاة كيبقى في المجتمع مستمر. كذلك الحج أثره في نفسك، ولهذا ورد فيه بأن الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة،
ويغفر للحاج إن تقبل منه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه الأركان راه الجزاء ديالها والطبيعة ديالها التشريعية مختلفة كل الاختلاف عن سائر الواجبات في الدين، لأنها تكسب الإنسان أحوالا تستمر في حياته وفي بيئته. الصيام أيضا، الصيام صفة يكون بها المؤمن مسلما صائما حال صيامه، يعني طيلة شهر رمضان وبعد انقضاء شهر رمضان. الأخطاء الشائعة التي تجعلنا فعلا نحول عبادتنا إلى عادة، كتخلينا نشعر بأن واحد النوع ديال العادة، رمضان شهر وينتهي موسم، لا أبدا. ينبغي أن يستمر أثره في نفسك، ينبغي أن تشعر أنك تتزود لسنة، هذاك الزد ديال العام. لكل عبادة جعل الله لها قدرا، جعل لك الصلوات الخمس تتزود منها ليومك وليلتك 5 مرات في اليوم. لا تستطيع النفس ولا الروح أن تعيش موصولة بالله إلا إذا تزودت لصلاتها 5 مرات في اليوم. وجعل الله للصيام قوة أخرى يتزود العبد منه مرة واحدة لشهرين في السنة، والحج تعلمون مرة واحدة في العمر، زاد يستمر معه حياته كلها. ولذلك قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. وعلى هذا الوزان يفهم أيضا الحديث الصحيح المتفق عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خلاصة الأمر إذن أن المؤمن إذا انقضى رمضان ما ينبغي أن يخرج عن كونه صائما، يعني لا خرج رمضان ماشي راك ما بقيت صايم، لا خصك تبقى صايم. ليس بمعنى الانقطاع يعني الشراب والطعام والشراب وشهوتي البطن والفرج، كلا طبعا، ولكن من حيث اكتساب الصفة، ما الصائم المنقطع إلى الله، السائر إلى الله، المحافظ على حقوق الله، كما في الحديث الذي ذكرناه مرارا وتكرارا: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. صائم يعني لست أو ليس لي من الوقت ما أشتغل به في مجادلتك أو مخاصمتك أو مقاتلتك، أنا الآن مع ربي. ما ينبغي أن تكون إلا مع ربك حتى ولو خرج شهر رمضان. فرمضان إذن شهر للتخلق، هذا الذي أردنا أن نخلص إليه، شهر ديال التخلق، شهر للتطبع. تطبع شنو هو التطبع؟ واحد الطبيعة ماشي ديالك، ماشي فيك، كتحاول تركبها لراسك. التطبع، وفي الحديث الصحيح عن سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم. العلم ما هو العلم في الإنسان؟ العلم صفة، فلان عالم أو طبيب أو مهندس صفة، هذه راه من الصفات دياله، لأن عنده واحد الخبرة قائمة بنفسه، جزء من الهوية دياله. فكذلك إذن العالم صفة في الإنسان الذي تعلم. إنما العلم بالتعلم، يعني الصفة تكتسب. وتتمة الحديث: وإنما الحلم، خلق الحلم، وإنما الحلم بالتحلم. شحال واحد يمكن يكون سريع الغضب في ردود الأفعال الطائشة، لكن يمكن له يبدلها الطبيعة. فإنما عليه أن يتطبع بالحلم، أي أن يتحلم ليوم غدا وبعد غدا حتى يصير حليما. ما معنى حليما؟ يعني فيه الحلم بشكل طبيعي لا يتكلفه. فتعلم العلم تكسب واكتساب لصفة ليست فيك، وتحلم الحلم أي أن تحاول أن تكون حليما ولو لم تكن في الواقع حليما، لأنه يوما ما تصبح حليما. كذلك أخلاق الإسلام جميعا. رمضان
فرصة، فرصة ومدرسة لاكتساب أخلاق الإسلام باش كتسمى مسلم. ولذلك قلت هو ركن من أركان الإسلام، ما جعل شيئا آخر، ما هو شي نافلة من النوافل أو هو واجب من الواجبات العادية. ركن، ركن يعني سارية كتقوم عليها البناية ديال الإسلام والصفة اللي انت بها مسلم. فيجب إذن أن تكتسب من رمضان أخلاقا معينة، إذا خرج هو رمضان وانقضى شهره ومدته بقيت فيك هي، أي تلك الأخلاق، أخلاق الصائمين، أخلاق الصائمين تبقى فيك. وأخلاق الصائمين إنما هي الانقطاع إلى الله بالخيرات والبركات والحسنات والتوجه إليه في كل أمرك، والانقطاع عن كل ما ينقض دينك وإسلامك وخلقك، الانقطاع عن سائر المبيقات من الزنا والخمور وتعاطي الأموال الحرام وكل الكبائر التي حرمها الإسلام. شهر رمضان الذي سماه رسول الله شهر الصبر في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام، شهر الصبر فرصة للإصطلاح مع الله جل وعلا. إنسان خصو يتصالح مع ربه اللي خلقه، والصلح الصادق لا الكاذب. شو البرهان والدليل على أن الصلح ديالك كان صحيح؟ ولما يخرج رمضان تبقى أنت أنت، لا تتحول أحوالك من صلاح إلى فساد ومن علو إلى نزول وانتكاس وارتكاس. هذا إذن كان صومه كاذبا، كاذبا. الصدق في الصوم إنما هو التخلق من الآن، من هذا اليوم تبدأ في التخلق بالأخلاق التي بها تكون مسلما، واللي هي الأصول ديال الدين ديالك، مفتاح التخلق في الإسلام، مفتاح التخلق. حديث عائشة ذكرناه ونذكره ولن نمل من ذكره، لأنه باب عظيم لو بقي الإنسان عمره كله وهو يتدبره لفني العمر ولما فنيت المعاني. حينما سئلت رضي الله عنها عن خلق رسول الله فقالت كان خلقه القرآن، القرآن. وشهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا تعريف، هل لك تقول رمضان شكون هو؟ أجابك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبما أن الشهر شهر الصبر فيجب أن نصبر أنفسنا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، صبر النفس على تدبر هذا القرآن. فهذا القرآن مفتاح لكل أخلاق الخير، رأس هذه الأخلاق الصلاة لوقتها، لأنها جامعة مانعة لكل خير ولكل شر، لكل شر، لكل خير استجلابا واكتسابا، ولكل شر دفعا وطردا وتطهيرا. وقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأسند الفعل إلى الصلاة، وليس لك أنت أيها المصلي، إن الصلاة تنهى، هي التي تنهى، كأن الصلاة شخص، كأنها نبي مرسل أو داعية خير يقول لك صلاتك صلاتك، تقول لك هذا منكر لا تفعله. إن الصلاة تنهى، الفعل هنا فاعله الصلاة عينها. إذن الصلاة فاعل مؤثر، الصلاة فاعل مؤثر يقوم بتحويل، عملية تحويلية، تحويل الإنسان، تنفي عنه أخلاق السوء وتكسبه أخلاق الخير، وتضع قدمه على مسالك القرآن. الذي يتدبر القرآن ويكتسب أنواره لا يمكن أبدا إلا أن يكون من المصلين حقا. ولذلك حينما يخرج رمضان وتخرج أنت بصفة مصلي فقد نجحت نجاحا كبيرا. والصلوات معلوم أن لها أوقاتا، بل هي الأوقات، الصلوات هي، يمكنك أن تقول هكذا الصلاة هي الوقت، جملة فيها تعريف،
الصلاة ما الصلاة؟ الصلاة هي الوقت. وقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، أي فريضة أو فرضا مفروضا، كتابا موقوتا. الوقت إذن صفة جوهرية لا عارضة في الصلاة. الوقت شي حاجة من مكونات الصلاة، روح ديال الصلاة، ماشي غير صفة من الفوق كالصباغة في الأشياء، لا، بل هي كالمادة التي تكون الشيء. واحد الآلة مصنوعة مثلا من الحديد، الحديد مكون رئيسي، بل هو المكون الرئيس لتلك الآلة. أما الألوان اللي طلت بها هذه الآلة وصبغتها، فذلك صفة عارضة، كيمكن تزول، عارضة. الوقت صفة لا عارضة، ماشي عارضة بل جوهرية، كالحديد في الآلة الحديدية. فإذا أخرجت الصلاة عن الوقت معناه أنك أعدمت الصلاة. إذا أخذت مادة الحديد من آلة وذوبتها ماتت الآلة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولذلك كان العلماء من قبل يصفون أهل الزهد والصلاح فيقولون في وصفهم: فلان صاحب أوقات، صاحب أوقات. إذ اكتسبت صفة الوقت في رمضان فقد فزت ورب الكعبة. هذا المعنى إذن يجعلك تدرك حقيقة أنك حينما تخرج صلاتك عن وقتها فأنت سارق، سارق. لأن هذه الأوقات ديال الصلوات ماشي ديالك، ليست لنا معشر المسلمين بل معشر العباد، ليست لنا بل هي أوقات لله. وهذا هو مع الأسف الذي يغيب عنا وعن كثير من المسلمين. أوقات الصلوات الخمس حينما ينادى بهن من أعلى الصوامع والمآذن، معناه أن الله جل وعلا يقول لك: هذه اللحظة لي ليست لك، هذا الوقت هذا حقي ماشي حقك. فمن اشتغل بشيء في وقت الله فقد تعدى على سلطان الله من حيث هو شارع للشريعة. ولذلك كان ما كان فيها من الوعيد الذي تعلمون في القرآن وفي السنة، رمضان فرصة لتصحيح، لتصحيح المسار، لتصحيح السير، سيري أنا وسيرك أنت، كل في نفسه، كل واحد يعرض المرايا ديال النفس ديالو على ما يطلبه رمضان. رمضان ليس عادة، ليس موسما، بل هو فرصة لتكتسب صفة تجعلك بحق مسلما بحق، لأنه راك يعطي الصفة ديال الإسلام، ركن، ركن ما ننسى هذا وما ينبغي أن ننساه، ركن من أركان الإسلام. اللهم اجعلنا من الصائمين، اللهم اجعلنا من الصائمين حقا وصدقا، اللهم اجعلنا من القائمين بإخلاص لك وحدك لا شريك لك. اللهم أكرمنا ببركات رمضان، اللهم أكرمنا بحسنات رمضان، اللهم أكرمنا بخيرات رمضان، اللهم لا تحرمنا أجر رمضان، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم لا تجعلنا من المطرودين، اللهم اعفو عنا إنك أنت العفو الغفور. اللهم اهد قلوبنا إليك وخذ بنواصينا إلى دينك القويم. اجعلنا اللهم من الشاكرين، اجعلنا اللهم من التائبين، اجعلنا اللهم من المتطهرين. اللهم ثبت قلوبنا وثبت ألسنتنا وأعنا على غض أبصارنا وأعنا على الانتهاء من كل شر والانقطاع عن كل بلية. قو عزائمنا لعبادتك، قو أنفسنا لطاعتك. يا كريم يا حليم يا من له الأسماء الحسنى، أنير قلوبنا بنورك الذي لا يخبو أبدا. إنك أنت النور، نور السماوات والأرض، لا نور إلا نورك ولا خير إلا خيرك. سبحانك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم خذ بنواصينا إلى دينك القويم، واجعلنا بفضلك ورحمتك لك من الشاكرين العابدين الطائعين التائبين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك
بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم بصرنا عيوبنا، وأعنا على الانقطاع منها، وأعنا على تلافيها. اللهم داوي أدواءنا، اللهم داوي أدواءنا بدوائك. اللهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فاشف اللهم أنفسنا وأبداننا، وطهر أحوالنا، وحسن أوضاعنا من خير إلى خير، ومن حسن إلى أحسن، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أنقذ إخواننا المستضعفين في بقاع الأرض جميعا من كل المسلمين. اللهم حرر ببركتك ورحمتك الأقصى المبارك. اللهم فك أسره. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من الفلسطينيين، وأطفي اللهم الفتن والبلاء في كل بلاد المسلمين. اللهم استر العورات من المؤمنين جميعا. اللهم استر العورات، اللهم أمن الروعات. اللهم قد أكلتنا الفتن والمحن والإحن، فأخرجنا برحمتك منها جميعا إلى نورك، إلى صراطك المستقيم، يا من تقول للشيء كن فيكون. اللهم كون من قلوبنا خيرا، وعبادا لك ثابتين صالحين مقبلين، لا مبدلين ولا مغيرين ولا مدبرين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على كتابك المبين، وسنة رسولك المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا كريم، نسألك أن تجعلنا ندخل هذا الشهر ونخرج منه بأفضل مما كنا، وبأحسن مما كنا، بصفات الإيمان، وصفات الإسلام، وصفات الصلاح، وصفات الفلاح. نعوذ بك أن نعود أدراجنا، نعوذ بك أن نعود القهقرى، نعوذ بك أن نرتكس أو ننتكس. نسألك المنازل العالية، نسألك الجنان العالية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل رمضان هذا آخر عهد بيننا وبين الظلمات، آخر عهد بيننا وبين البلايا، آخر عهد بيننا وبين الخطايا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين، وبارك اللهم له في ولي عهده مولاي الحسن وسائر الأسرة العلوية الشريفة. اللهم أصلح حال هذا البلد، أهله، أبناءه، شيبه، شبابه، بناته، رجاله، بنينه، كلهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلنا لك من الشاكرين، ولآلائك ونعمائك الكثيرة الوفيرة من الشاكرين الذاكرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأعد علينا رمضان مقبلا بخيرات وبركات على أحسن ما يكون حالنا وحال المسلمين في كل مكان. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.